أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على عدة نقاط استراتيجية في حي نزلة شحادة جنوب الرقة، وأسفرت الاشتباكات في الحي عن قتل 9 أفراد من تنظيم داعش. وأضافت مصادر ميدانية أن قوات سوريا الديمقراطية عثرت على كمية من الأسلحة الثقيلة خلال تمشيطها لحي اليرموك. أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين بقتل جنديين وشرطي وإصابة 8 آخرين بجروح في اشتباكات بقرية الإمام غربي شمالي قضاء الشرقاط. وتحاول القوات العراقية منذ أكثر من 2 أسبوع تحرير القرية التي يحتلها داعش، لكنها أخفقت حتى الآن بالرغم من الهجمات المتعددة التي شنتها. تمكنت قوات الجيش المصري من القضاء على عشرات الإرهابيين خلال حملة عسكرية متواصلة منذ 2 في منطقة مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش. وأسفرت العملية بحسب تقارير أولية عن قتل 40 مسلحاً وإصابة 2 بجروح وتدمير 5 أوكار إرهابية جنوب مدينة العريش. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب إن داعش ما يزال يمثل التهديد الإرهابي الأخطر على الأمن العالمي رغم تراجعه في العراق وسوريا، وأصبح في أضعف إمكانياته على أرض المعركة منذ عام 2014. ووفقاً للتقرير فإن الهجمات الإرهابية انخفضت بنسبة 9% على المستوى العالمي في عام 2016. خاض الجيش الياباني تدريباً عسكرياً استخدم فيه منظومة باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة عسكرية شمالي اليابان في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التهديدات في شبه الجزيرة الكورية. وكانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق إجراء أول اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات وأنها أتقنت تركيب رأس نووي على الصاروخ. أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية فرض حالة الطوارئ في دائرة ماريبوسا بسبب حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة. وأوضحت السلطات أن الحرائق أدت إلى تعطيل إمداد المنطقة بالمياه والكهرباء، الأمر الذي أسفر عن إجلاء السكان المحليين. يبحث فيلم من 8 ساعات عن جمهور يرغب في إحصاء قطيع من الأغنام تسير بالتصوير البطيء فيما وصف بأنه أكثر عمل ممل في تاريخ السينما، ويخلو فيلم بابا لاند من أي ممثلين أو قصة أو حوار. إلى اللقاء.